يعني في آخر كلامنا تقول لنا تيبس كده 2 3 4 ازاي اقدر احافظ على رموشي الطبيعية وعلى نضارتها وعلى انها تبقى يعني كويسة بحاجات بسيطة بعيدة عن الحاجات الكيميكالز. دايما اول ما نلاقي واحدة رموشها حلوة نقول لها انت بتستخدمي زيت خروع؟ دايما تلاقي السؤال ده. زيت الخروع لطيف بس في ناس بتحطه غلط وبيعملها حاجات في عينيها مش كويسة. زيت الخروع نجيبه من مكان موثوق فيه يعني مش من عطار ركنه وعنده بقاله 70 سنة ومطلعه من جيركن ومعرفش أوكي. لا نجيبه من حاجة كويسة مكان أول ما تدخلي كده تحس إن المكان ده كويس. تمام. أوكي ده أول حاجة وبنحطه وبنشيله ما بننامش بيه. تمام. أوكي وفي حاجات بقى طبية نزلت بتتحط كل يوم بتطول فعلا دي شفتها قدام عيني. على اللونج ران فعلا بتطول. بس الناس مواظبين يعني البنت اللي كانت تعملها كل يوم الصبح روتين وهي بتشرب الكافي بتاعتها لازم تحطها. بعد شهرين ما كنا شفنا بعض رجعنا شفنا بعض قلت لها حلوة الماسكرة دي. قالت لي دي مش ماسكرة قلت لها لا تعالي وميك اب ريموفر لقيتها فعلا مش طب كويس بس يعني المواظبة ثلاث شهور تقول لي ما بفوتش يوم مرة ده دواء؟ دواء دواء بيبقى عامل زي الماسكرة كده بيتحط هو مش دواء اكتر منه ان هو بيتباع اكنه ميك اب اوكي بس بيقوي الرموش وبيتحط وبيتحط فوقيه ماسكرة كمان على فكرة وبيحمي الرموش من الماسكرة لما بتتحط مدة طويلة مهما كان البراند بتاعها بتنشف الرموش اوكي فلما نيجي نشيله بقى نمسك القطنة كده ونحط الميك اب ريموفر ونعمل كده جامد تلاقي الرموش بتتكسر اوكي على طول فدايما لما بنعمل ميك اب اي لاشز ميك اب ريموفر بنحطه زي ما قلنا كده على فرشه الماسكرا الفاضيه ونسيبه شويه ونمسح الفرشه ونشيل اوكي بس اكن ما نضغطش على الرموش على طول وهي بقى لها 8 ساعات عليها ماسكرا اكيد زمانها هنشفت مش هنلاقيها فعلا أوكي. يعني اوكي ريهام بشكرك جدا على المعلومات اللي قلتيها لنا.